السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي في مدارس المنتزه الخاصة، إن شاء الله هنشرح النهاردة معاكم رياضيات، ومعاكم مس نجلاء فوزي. أول حاجة معانا النهاردة رياضيات التقويم، رياضيات التقويم اللي هي اليوم وغدا وأمس، اليوم وغدا وأمس، والشهر الحالي والشهر السابق، اللي هي الأيام والشهور والسنين. أول حاجة معايا هنا بقولي اليوم، اليوم النهاردة إيه؟ الأحد، وغدا يبقى النهاردة الأحد، يبقى غدا إيه اللي هو بكرة؟ الاثنين. أمس اللي هو امبارح كان إيه؟ كان السبت. تعالوا ناخد هنا الشهر الحالي، يعني الشهر اللي احنا فيه، احنا في شهر إيه؟ فبراير. فبراير شهر 2. الشهر السابق اللي هو قبل فبراير، قبل فبراير إيه؟ يناير. الشهر التالي اللي بعد فبراير مارس. هناخد بقى النهاردة حاجة اسمها النقود، حاجة اسمها الايه؟ النقود. هنبدأ بالأول كده بتهيئة بسيطة. أول حاجة معايا هنا في التهيئة بقولي عدد شهور السنة، سواء كانت السنة الهجرية أو السنة الميلادية، عدد شهور السنة كام؟ 12 شهر. تاني حاجة، أول أيام الأسبوع، أول يوم في أيام الأسبوع يوم الايه؟ السبت. يبقى أول يوم في أيام الأسبوع يوم السبت. عندي هنا رقم 3 بيقول لي 465 بتساوي كام زائد كام زائد كام، يبقى معايا في الأحاد كام؟ 5. 5 في الايه؟ في الأحاد. وفي العشرات 6، يبقى 6 في العشرات هتبقى كام؟ هتبقى 60. والأربعة في المئات هتبقى كام؟ 400، يعني بقت كام؟ 400. يبقى 5 زائد 60 زائد 400. رقم 4 بيقول لي أكبر عدد مكون من 3 أرقام، أكبر عدد مكون من 3 أرقام هو ايه؟ 999. يبقى 909 وإيه؟ وتسعون. رقم 5 بيقول لي العدد السابق للعدد 92، العدد اللي قبل 92، احنا قلنا السابق يعني اللي قبله، السابق يعني ايه؟ اللي قبله. طالما جاب لي رقمين فانا هروح على رقم الاحاد واللي هو الاتنين، وهشوف الاتنين قبل الاتنين ايه؟ 1. يبقى العدد السابق كام؟ 91. هنا عندي في النقود هناخد العملة المصرية، العملة المصرية اسمها ايه؟ اسمها الجنيه. يبقى عندي العملة المصرية اسمها ايه؟ اسمها الجنيه. طب يا ترى ايه هي العملة المصرية او الفئات اللي انا بتعامل بيها؟ عندي مثلا اول فئة عندي اسمها فئة الايه؟ الجنيه. يبقى ده اسمه اللي موجود قدامي، اسمه ايه؟ جنيه. يبقى دي اسمها فئة الجنيه، فئة الايه؟ الجنيه. تاني عملة معايا اسمها الخمس جنيهات، 5 جنيهات، يبقى دي فئة الـ5 جنيهات. عندي تالت حاجة طبعا من العملة المصرية دي مكتوب عليها كام؟ 10 جنيهات، يبقى دي اسمها الـ10 جنيه اللي احنا شايفينها وعارفينها وبنتعامل ايه؟ وبنتعامل بيها. بعد كده في عندي ايه من العملات المصرية؟ عندي الـ20، يبقى دي اسمها 20 جنيه، يبقى دي فئة الايه؟ الـ20. في عندي تاني 50 جنيه، يبقى دي اسمها ايه؟ 50 جنيه، يبقى دي عملة مصرية بتعامل بيها. في عندي ايه تاني من ضمن العملات المصرية؟ عندي 100 جنيه، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها 100 ايه؟ 100 جنيه، يبقى دي اسمها فئة المئة. اخر واحدة معايا خالص اسمها ايه؟ 200، يبقى دي اسمها ايه؟ 200. يبقى عندي العملات المصرية الجنيه والخمسة والعشرة والـ20 جنيه والـ50 جنيه والـ100 جنيه والـ200 جنيه. هنا بيقول لي اكمل. تعالوا هنا هنحلل النقود، هنحلل الايه؟ هنحلل النقود. هنا بيقول لي اول حاجة بيقول لي 50 جنيه، الـ50 جنيه بتساوي كام زائد كام زائد كام؟ يعني انا لو فكيت الـ50 جنيه هتديني كام، او هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها الـ50 جنيه ممكن اقول عليها 20 جنيه زائد 20 جنيه زائد 10 جنيه، لو جمعناهم كلهم هيبقوا ايه؟ 50. يبقى الـ50 دي لما افكها ممكن افكها 20 و20 و10، هيدوني كام؟ هيدوني 50 جنيه. طيب تاني واحدة عندي، تعالوا الـ100 جنيه، الـ100 جنيه ممكن افكها، هنا اعطيني 2، هو بيقول لي خلي بالك هو هنا محدد لي الـ100 جنيه دي لو انا فكيتها لـ2، يعني لو جبت منها 2 بس، فكيتها جبتها 2 بس، فكيت منها الـ100 جنيه بس هفكها على 2، هيبقوا كام؟ حد هيقول لي 50 جنيه زائد كام؟ زائد 50 جنيه، يبقى انا هنا فكيتها. طيب رحت السوبر ماركت وماما عطتني فلوس، وبعدين جيت عطاني من الفكة 20 جنيه، بس الـ20 جنيه دولت عطاهم لي كام؟
لقيتها موجودة معايا 5 جنيه و5 جنيه و5 جنيه و5 جنيه، بقوا كام كلهم؟ لو عدينا 4 5 هيدوني كام؟ 20 جنيه. يبقى ال20 جنيه هنا لما نفكها هتديني ايه؟ 5 و5 و5 و5، يبقى فكناها على كام؟ على 4. تعالوا هنا بيقول لي، جايب لي رقم فاضي وبيقول لي ده بيساوي 5 جنيه زائد 1 جنيه زائد 4 جنيه. طيب يا ترى دولت كام؟ طب تعالوا نجمعهم كده، 4 جنيه و1 جنيه يبقوا 5، وخمسة جنيه هيبقوا كام كلهم؟ يبقى اسمهم كام؟ اسمهم 10 جنيه. اسمهم كام؟ 10 جنيه. جمدناهم بقوا كام؟ بقوا 10 كاملة. تعالوا ناخد المسائل اللفظية كده في النقود. بيقول لي مع أحمد 7 ورقات من فئة الجنيه، ومع أخته 3 ورقات من فئة الجنيه. يبقى هو معاه 7 ورقات، الورقة فيهم بكام؟ بجنيه واحد بس، يبقوا كام؟ يبقوا 7 جنيه. وأخته معاها كام؟ معاها 3 ورقات من فئة برضو الإيه؟ الجنيه. يبقوا كام؟ يبقوا 3 جنيه. طب لو جمعناهم الاتنين مع بعض وبقول لي فكم معهما؟ قلنا 7 جنيه زائد 3 جنيه هيبقوا كام؟ هيبقوا 10 جنيهات. هيبقوا كام؟ هيبقوا 10 ايه؟ 10 جنيهات. ودي بعض المسائل الموجودة والجزء الأول في الإيه؟ في النقود. وإن شاء الله هشوفكم في فيديو تاني هنكمل فيه بعض الإيه؟ النقود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.